نوعين على الاقل بروتين آه وليكن مثلا الفول مع البيض دول آه يعني نوعين بروتين حلوين جدا جدا بيديني شبع على مدار اليوم وفي نفس الوقت قيمه غذائيه عاليه جدا بالنسبه للالياف بتبقى عباره عن خضار بقى سواء كان سلطه او خضار زي ما هو كده سليم ممكن كمان الفواكه حلوه جدا جدا ممكن ناخد الحبوب الكامله البذور زي بذور الشيا بذور الكتان الشوفان الحاجات دي كلها مفيده جدا ونسبه اليافها عاليه الى جانب ان بيبقى فيها كمان نسبه بروتينات وفيتامينات ومعادن عاليه جدا في الفطار بقى وجبه الفطار يعني زي ما النبي عليه الصلاه والسلام وصانا ان احنا الاول بنبتدي الفطار بالتمر واللبن ناس كتيرة يمكن بتبقى خايفه من نقطه التمر دي على اعتبار ان هو حاجه مسكره فبترفع الانسولين ولكن في الحقيقه ان التمر من الحاجات المفيده والمغذيه جدا جدا اضافته مع اللبن بيساعد ان انا دايما بعض الناس بتيجي بعد الفطار مباشره بيحصل لها صداع شديد. التمر مع اللبن في الفطار من الحاجات اللي بتقلل اعراض الصداع جدا جدا لأنه بيحتوي على نسبه كالسيوم مغنيسيوم فسفور بروتينات معادن الياف عاليه جدا جدا الى جانب السكر البسيط اللي فيه ما بيرفعش انسولين الدم بنسبه كبيره ولكن بيدي طاقه بسيطه كمان ان انا لما ابتدي وجبه الفطار ببتدي بميه ممكن شوربه بس تكون خاليه من النشويات يعني ما يكونش فيها مثلا مكرونات او او اي حاجه فيها نسبه نشويات عاليه ممكن بعد كده ابتدي بالبروتين مع طبق السلطه وبعد كده بنهي الوجبه بالطبق الرئيسي على ما بوصل للمرحله دي بكون اخدت كميه اكل كتيرة فمن الصح ان انا بقسم وجبتي على كذا نقطة أو كذا وجبة صغيرة يعني لو اسمها زي نظام لقيمات كده عشان ما دخلش لمعدتي كمية أكل كبيرة مرة واحدة وأنا بقالي مثلا 16 أو 17 ساعة صيام فده اللي بيحصل سببه الصداع وكمان ممكن يحصل ارتباك في المعدة نتيجة انه الدم ما بيوصلش بشكل كويس ما بيبقاش عارف هو هيوصل للمعدة ولا للمخ فبيحصل ارتباك في المعدة وارتباك في عملية الهضم كمان ففكرة تقسيم وجبة الفطار على كذا وجبة دي حاجة مهمة جدا جدا وفي نفس الوقت ما كلش كمية كبيرة مرة واحدة في ناس بتفطر على مرتين يعني ياخدوا التمر واللبن مثلا وبعد آه. التراويح ناخد التمر واللبن وبعد كده نصلي مثلا المغرب وننتظر 10 دقائق وبعد كده ناخد الوجبه بتاعتنا ده آه. الاحسن ولا ده الاحسن ده الاحسن ده الاحسن عشان المعده تبتدي تستعد ان في حاجه دخلت فيبتدي الدم يوصل بشكل مظبوط بس الخشاف والاكلات المصريه على الفطار مفيده؟ اه طبعا الخشاف من الحاجات المفيده جدا جدا لان الفواكه المجففه الى جانب ان هي مضادات اكسده قويه وفي نفس نفس الوقت فيها نسبه الياف عاليه جدا جدا فيها فيتامينات ومعادن حلوه قوي بتساعد الناس اللي هم يعني ضعاف في الجسم شويه ان بتمدهم بطاقه بتساعد الرياضيين انها بتمدهم بالطاقه بتساعد الناس العاديه خالص اللي هم اصلا يعني يومهم طبيعي بس في يوم طول اليوم في ناس بتيجي على وقت الفطار بتتعب قوي او بتلاقي نفسها ان هي مش قادره تاكل فالحاجات دي بتبقى مغذيه بتاخد يعني بتدي الجسم العناصر الغذائيه الكامله اللي هو محتاجها.